مساء الفل، اهلا بيكم حلقه جديده من ماما دوت ام. الشغل هو العمود الفقري في حياه الراجل او الست، كل واحد فيهم بيحقق في ذاته وكيانه. ناس كتيره بتتعامل مع الشغل على انه متعه، لو اتحرموا منها حياتهم مش هيبقى ليها معنى. ورغم الاهميه المطلقه للشغل في حياه اي زوجين، الا اننا ساعات بنلاقي الزوج حاطط شغل مراته في دماغه وحاسس ان نجاحها بيقلل منه ومش عايزها تشتغل. وساعات الست بتبقى حاطة نفسها في كفة وشغل جوزها في كفة تانية، وأحياناً الزوج بيكون شغله أهم من عيلته نفسها، أو ممكن تلاقيه مكبر دماغه خالص وهو نفسه مش عايز يشتغل. في رحلة البحث عن الأسباب لقينا إن في خناقات ما قبل الطلاق في عنوان عريض بيتكرر في أغلب البيوت، يانا يا الشغل. الشغل من أهم أسباب الطلاق اللي ظهرت في آخر كام سنة. كثير من الخلافات اللي بتحصل بين الزوجين بسبب الشغل بتنتهي بالانفصال. بين 100 قصة وصلت لنا أو قابلناها، في 20 حالة كان الشغل هو السبب الرئيسي في الانفصال، ده غير 20 حالة تانية الشغل كان عامل مهم سبب في قرار الانفصال. أسباب الانفصال بسبب الشغل اتنوعت ما بين زوجة بتشتغل وبتهمل في بيتها، زوج بيشتغل وقت أطول من المفروض، زوجة مجبرة إنها تشتغل، زوج ما بيشتغلش. ده غير المشاكل الناتجة عن طبيعة شغل الزوج أو الزوجة وتغير شخصية واحد من الطرفين بسبب تحسن أو ضعف الشغل. مع تطور شكل المجتمع بقى شغل الست مهم زي شغل الراجل، وده على نطاق واسع سواء في الريف أو الحضر. 88% من السيدات في مصر بيشتغل بشكل مستمر، وده رقم يخلينا ندور على حل لتجنب زيادة معدلات الطلاق والخلاف اللي بيكون بسبب شكاوى الأزواج من عمل زوجاتهم. الرجالة نوعين، نوع واقف جنب مراته وبيساعدها وبيشجعها، ونوع واقف لها الوحدة وحطت لها العقدة في المنشار وبيتعامل مع شغلها على إنه غريمه اللي بيشاركوا فيها وعايز ياخدها منه ومن أولاده، أو إن نجاحها هيخليها تكبر وتشوف نفسها عليه. وبيوصل الأمر في بعض الأحيان إنه يقول لها اقعدي في البيت واديكي مرتبك. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.